السلام عليكم، تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. يلا تفضل. شكرا. انا شيعي، واريد ان اعرف موقف المذهب من بعض الذين يقولون انهم شيعه كالزيديه مثلا او البهره مثلا. لا اعرف انا هذا موقفنا من هؤلاء الناس. هم على الضلاله اخي المحترم. الزيديه والبهره والاسماعيليه هم كما ان العمريه على الضلاله، انهم ايضا على الضلاله. ان الزيديه هم أو البهرة أو الإسماعيلية أو الأغاخانية، هؤلاء في الضلالة وفي الجهل بالحقيقة، لا فرق بينهم وبين العمرية، ولا فرق بينهم وبين العمرية. إن إنكار أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الاثني عشر، من أنكر واحدا منهم قد أنكر جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ليس هذا إن العمرية ينكرون الاثنى عشر من الأئمة عليهم السلام والزيدية ينكرون ثمانية منهم مثلا، فزيدية أفضل منهم، لا فرق في ذلك. إنكار الواحد منهم كإنكار جميعهم. إن البهرة ينكرون ستة من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، هذا كإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كإنكار 140 ألف أنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، لا فرق في ذلك. ففي نظرنا وفي معتقدنا، من أنكر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كمن أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. من أنكر الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كمن أنكر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم مسلمون، لا نقول بأنهم كفار، كما نقول عمرية مسلمون، مسلمون نعم، ما دام لا يبغضون أهل البيت صلوات الله عليهم. إننا سمعنا إن بعض البهراء هم يبغضون الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ويشتمون، سمعنا ذلك، لا ندري حق أم لا. فإذا ثبت بغضهم فإن ذلك كفر، ولكن إذا لا يبغضون فقد ينكرون إمامتهم فإنهم على الضلالة، وإنهم جهلة في الدين، وإنهم البهرة. هؤلاء لا يعرفون عن الدين شيئا، أنتم تشاهدونهم في كربلاء والنجف الأشرف يعطون عندهم لحية هكذا، لا يعرفون عن الدين، لا يخدعكم لحيتهم هكذا، لحيتهم كبيرة، كل واحد بهرة يأتي لحيته إلى هنا، لا يخدعكم ذلك، لا يعرفون عن الدين شيئا. إن كبيرهم برهان الدين اسمه، ولا يسمح لهم أن يتحدثوا مع الشيعة